مرحبا بك دكتورة مريم حكيم، أخصائية في طب العام وأخصائية في طب الشيخوخة. عايش. اليوم باش نحكيو على الزهايمر، اسكو فما ماكلة وإلا دواء وإلا تخيتمون باش يوخر ظهور المرض هذا؟ مرض الزهايمر مش الناس الكل معناتها باش تمرض به، والوقاية هي بصفة عامة معناتها للأمراض الكل، وبالأخص في المرض هذا ماذا بينا نحافظوا على الصحة متاعنا الجسدية من الصغرى معناتها، ونتفاداو في الماكلة بالأخص السكر. اليوم معناتها البحوث ورات اللي السكر الخلايا معناتها تاع العصبية متاعنا تتأثر بها برشا برشا، وهي اللي تتسبب في أول معناتها مرتبة في ظهور المبكر لمرض الزهايمر. كيف يلزم نحافظوا على اللياقة الجسدية بالرياضة، ونتفاداو أمراض القلب والشرايين، كيف نحسنوا من الماكلة متاعنا معناتها، ونبعدوا على الحاجات المالحة والمزيتة والمشحمة باش ما يطلعش برشا الشحم في الدم، وما نمرضوش بالقلب والتنسيون والشرايين معناتها أمراض القلب والشرايين. وهذا هو معناتها مرض السكري بالطبيعة. إذا اللي يحب شكل السكر باش يمرض بالسكر، السمنة معناتها هي اللي توصل لمرض السكر. كيف مش الناس الكلها باش توصل للمرض هذا، على خاطر فما معناتها الجينات، فما الوراثة، العامل الوراثي هو اللي يحدد لنا اسكو العبيد باش تمرض بالزهايمر ولا لا. اما فما حاجات هذوما نجمو نستغلوهم باش ما نحافظوا ديما على صحة جيدة وعلى خلايا عصبية متاعنا في صحة جيدة ان شاء الله. دكتور واضح، يعطيك الصحة، مرحبا بك في مينوت سونتي بيتين، اي على بروشين. عايشك. Thank you.